عزيزي المتابع، ليش محتوى الرياكشن ما صار يجيب مشاهدات؟ هل محتوى الرياكشن مات؟ هل أنصحك أنك تبدأ قناة رياكشن؟ طيب لو قناتك الآن رياكشن، هل أنصحك تغيرها إلى محتوى آخر ولا تبقى عليها؟ هذه المواضيع أو هذه الأسئلة اللي راح نجاوب عليها اليوم في هذا المقطع، لكن حاب أنوه على نقطتين مهمة جدا. إني راح أتكلم بصفتي صاحب قناة رياكشن لمدة امتدت 4 سنوات ونص، فأتوقع عندي الخبرة وعندي الرؤية اللي تأهلني نتكلم عن هذا الموضوع. الشيء الثاني، كل شيء راح أتكلم عنه أنا طبقته وأنا شفته بالإحصائيات وبالأرقام في قناتي اللي لها تقريبا 4 سنوات متكئة وجالسة على الرياكشن. أما بالنسبة للسالفة أو السؤال الرئيسي، إنه أنا ليش وقفت الرياكشن من 4 شهور وما عاد صرت نزلت ولا رياكشن وحذفت كل مقاطع الرياكشن اللي عندي، نزلت مقطع يتكلم عن هذا الموضوع، وشكرا على تفاعلكم الخرافي فيه والله العظيم. كالعادة قبل أن نبدأ في المقطع، حط لايك إذا عجبك، اشترك في القناة، ارسل لأي شخص تحس إنه راح يكون مهتم في هذا المقطع، لأني أتوقع إنه راح يفيد ناس مرة كثير بإذن الله. أما الآن بعد ما حطيت اللايك، بعد ما اشتركت، فعلت جرس التنبيهات وزي كذا، والله يعطيكم العافية. طبعا شكرا والله، هذا المقطع ترى دعمتوني فيه وقلتوا لي كلام تمنيت اني نزلته في وقتها، لكن تعرفون خطر كان الموضوع، لكن الحين يا لب قلوبكم الله يسعدكم. خلونا نبدا في المقطع ونبدا مع اول سؤال واول اجابه له. راح نبدا باول سؤال اللي هو ليش محتوى الرياكشن ما صار يجيب مشاهدات. اول حاجه ابغى اتكلم عن نقطه مهمه، انه انا لما اتكلم عن محتوى الرياكشن اتكلم عن الطريقه اللي انا كنت اقدمها، عرفتوا، اللي يجيب مقطع وقد اتفرج فيه واسجل ردة فعلي عن هذا المقطع لاول مره، سواء كانت مصدومه ولا تضحك ولا معجبه ولا حزينه ولا ايا كان. لكن قبل ما اجاوب انا على هذا السؤال بنفسي، راح اخلي 7 من تعليقاتكم الخرافيه في الحلقه اللي راحت كتبوا رايهم عن هذا الموضوع وجتهم لايكات مره خرافيه، فراح اجيب 7 من كومنتاتكم الحين وراح نستعرضها مع بعض، بعدها راح اقول لكم رايي عن هذه النقطه. اوزوماكي ناروتو عنده 179 لايك يا جماعه، وقال الصراحه يوسف ما عندي مشكله مع محتوى الرياكشن، لكن عجبني المحتوى الجديد اكثر لانه منوع مو ممل. هذا من كلامه نفهم انه مقطع او محتوى الرياكشن لما يتكرر يصبح نوعا ما ممل، وانا قد تكلمت في واحده من مقاطعي في قناه الالعاب، قلت لهم اني انا استمتع لما اصنع مقاطع الالعاب اكثر من الرياكشن، لان فيها شويه كذا ابداع وفيها شويه حركه اكثر من الرياكشن، وهذا الكلام اللي حصل وقلته قبل المشكله اللي صارت لي وقبل لا افكر اني اغير الرياكشن. ابتسام او يعقوب، صراحه كنت ساحب عليك في الرياكشن، بس لما غيرت صرت اتابعك اول باول وصور مقاطعك تدخلني المقطع غصب. اوكي شكرا طيب عنه، وشكرا للممنتج هو اللي يسوي الشغل هذا كله الله يجزاه خير. زي ما تلاحظون ابتسام ويعقوب كانوا ساحبين عليا لما كنت انزل رياكشن، والسبب في هذا الشيء انا بقول لكم اياه بعد ما اخلص من الكومنتات، ولكن الان قاعد اوريكم انا رده فعل لجمهور كان يتفرج في الرياكشن. اي يقول انا قل اهتمامي بالرياكشن، بس الحين مقاطعك الجديده اتابعها اول باول وعنده 558 لايك، يعني 500 شخص يقولوا له احنا زيك. لورين يقول ياه، عن نفسي احس قنوات الرياكشن صارت ممله ومكرره وصار ما عندي اي اهتمام فيها، بس الرياكشن حقك بكل امانه كان له طعم خاص. شكرا. مهدي ام اي، كويس انك غيرت الرياكشن، مع ان محتوى الرياكشن محتوى حلو بطريقتك، لكن بصراحه محتواك الحالي افضل بمراحل عن السابق في نظري، وعنده 647 لايك. خالد زعتر يقول قطعت عنك فتره لما كنت تنزل رياكشن، لكن لما غيرت محتواك والله انجذبت وصرت استمتع، و20 قلب حاط له امزح حاط 5. واخيرا وليس اخرا AM95، بصراحه كنت قطعتك شهور بسبب فيديوهات الرياكشن، والحين رجعت اتابعك لان فيديوهاتك صارت خطيره، و134 لايك على هذا الكومنت. طيب يا عزيزي، اتوقع الحين هنا كلامي حيعتبر ما له داعي اني اقول لك ليش محتوى الرياكشن ما صار يجيب مشاهدات زي اول. ترى الكلام هذا مو على القنوات العربيه اللي تعرفها في بالك الحين وجت في بالك لما قلت رياكشن، حتى القنوات الاجنبيه في قنوات عندها 17 مليون 16 مليون ما يجيبون مشاهدات الا بالقوه. وطبعا لكل شيء في استثناءات، في اشخاص سبحان الله ربي موفقهم ماشي امورهم، ولكن اتكلم عن العام والصوره العامه لمحتوى الرياكشن انه زي ما شفتوا في الكومنتات أصبح ممل حاليا، أصبح مكرر نوعا ما في الفترة الأخيرة. أنا بما أني كنت أصنع رياكشن لاحظت أنه حتى الجمهور أو الأشخاص اللي يتفرجون في مقاطع الرياكشن صار عندهم نظرة أنه هذا الشخص بس قاعد يسلك المحتوى حقه، وأنه بس قاعد ينزل رياكشن عشان يجيب فلوس وعشان بس يصور مقطع سهل ولا يتعب نفسه، وهذه النظرة النمطية صراحة شفناها نوعا ما خاطئة، وصحيح على بعض الأشخاص، لكن بعض الأشخاص ترى يستمتع بهذا الموضوع، صدقوني هو بيجي يوم يمل بنفسه وينظر للموضوع بنفس نظرتكم هذه أصلا. فالسبب الرئيسي نقدر نقننه في كلمتين، ممل مكرر. هل محتوى الرياكشن مات؟ برأيكم انتوا الآن، وهذا السؤال الثاني عندنا في هذه الحلقة، بعد ما سمعتوا آراء الناس اللي قبل شوية، ولو رحتوا المقطع هذا راح تشوفون كلام كثير بس أنا جبت نبذة منها، وسمعتوا رأيي وتحليلي في الموضوع هذا، هل تشوفون من نفسكم انتوا انه الرياكشن مات؟ ولاحظوا لما أقول الرياكشن أتكلم عن الطريقة المعتادة التقليدية اللي كنت أنا أقدم فيها
قبل فترة طويلة، لأنه حاليا في نوع رياكشن يسمونه، لكنه هذا النوع قاعد يجذب بشكل قوي جدا، ولكن أنا بقول لكم الشو في الأخير. لكن الآن الرياكشن التقليدي المعروف اللي تشوف مقطع وتسجل ردة فعلك بكل بساطة، أتوقع أنه بنسبة كبيرة، وأتكلم عن قناتي فقط، ما راح أتكلم عن أي قناة أخرى، مع أنه أي أحد لو راح بحث عن أي قناة ويشوف الأرقام ويقارنها عن قبل سنة ولا سنتين راح يلاحظ أنه في فرق، إلا البعض. فمن نظرتي أنا نعم أشوف أنه محتوى الرياكشن التقليدي مات وانتهى، وكانت حقبة جميلة جدا 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 لكنها خلصت، مثل حقبة المقالب. تذكرون المقالب؟ قبلها ماينكرافت، بعدين بدأت المقالب، الحين ماينكرافت بدأت ترجع زي أول. سبحان الله اليوتيوب كل فترة يجيك بشيء غريب. المقالب كانت في عام، إذا أنا مغلطان والله ما أدري، بس أتوقع عام 2014 15 16 شيء زي كذا، كانت حريقة، وأي أحد حرفيا ينزل أي مقلب مشاهدات طايرة. الآن أي شخص ينزل مقلب الكل يتوقع أنه هذا تمثيل، نادرا تشوف مشاهدات زي أول. بعدها بدأت سالفة التحديات، تذكرون الحلاوة المعفنة؟ تحديات مرة كثير قنوات بدأت عليها، والآن غيرت محتواها لأنها عرفت أنه هذيك الحقبة انتهت، وبدأت الآن في حقبة جديدة. طبعا كلمة حقبة ما هي الوصف الصحيح للموضوع، لأن حقبة معناها مدة زمنية ولكنها تكون طويلة نوعا ما، لكن إذا شوف انت سنتين او ثلاث سنوات طويلة فنقدر نسميها فعلا هذه حقبة وراحت. مقالب، تحديات، بعدها بدأ الرياكشن. الرياكشن امتد حقبة طويلة صراحة، اشوفها تقريبا ثلاث سنوات ونص او اربع سنوات. بعدها بدأ نشوف الاشياء اللي قلتها لكم قبل شوية، وانه في نظري انا الان الرياكشن التقليدي نعم مات بسبب الاشياء اللي قلتها لكم قبل شويه، بسبب نظره الناس. هل انصحك تبدا قناه رياكشن؟ بصراحه يا عزيزي المتابع ما انصحك نهائيا تبدا قناه رياكشن. تبغى تجرب جرب. الموضوع الحلو فيه صراحه الرياكشن انه ما يتعب، ما يتطلب ادوات كثيره، ما يتطلب انك تخرج وتروح وتجي ولا تعصر مخك، بكل بساطه يحتاج انك تاخذ مقاطع انها مرخصه انك تعيد استخدامها، او انك تستاذن من صاحب القناه وتجيب المقطع هذا عندك وتتفرج فيه. فهو الحلو في الرياكشن انه ما يتعب مره، تقدر تجرب حظك. لكن مشكلته الثانيه انه لو نميت جمهور على شيء صعب انك تغيرهم الى شيء اخر، الا لو كان هذا الجمهور متعلق فيك انت كشخصك مش في المحتوى حقك. لانه في واحده من المشاكل اللي يواجهونها يوتيوبرز مره كثير، لما ينزلون مقاطع لفتره طويله بنفس النمط فكره معينه. فلنفرض يوسف احمد كان ينزل رياكشن لمده 4 سنوات، الجمهور تعلق في الرياكشن ما تعلق في يوسف، مو عشان سواد عيونه، المشاهدات هذه الكثيره مو عشان سواد عيون يوسف والله العظيم، انه عشان المحتوى حقه. يوسف فجاه غير من الرياكشن الى محتوى شاطح جدا، محتوى جميل حلو، ممكن في قنوات اخرى تقدمه، لكن يوسف قدمه فجاه. الجمهور ما راح يتقبل يوسف الجديد هذا لانهم هم كانوا متعلقين في المحتوى وليس في الشخص. لكن لما تبني جمهورك وتكون حريص جدا ان الجمهور هذا يتعلق فيك انت كشخصك، انا اشوف انه ايوه عادي ابدا الرياكشن وجرب، لكن علق الناس فيك انت، بحيث انك لو بغيت في اي لحظه تغير الرياكشن تكون عندك الامكانيه وبتبقى مشاهداتك مرتفعه. ولكن كنصيحه عامه انا احس ان تريح نفسك وتشد حيلك في مجال جديد من الان وتكون تحبه، وهذه القاعده الاولى في اليوتيوب، تحب الشيء هذا عشان تستمر فيه، لا تفكر في الفلوس الا بعد سنه ولا سنتين، الا في حالات استثنائيه زي ما قلنا، في ناس جتهم فلوس ما شاء الله شهر وفي شهر في أرزاق. هل إذا قناتك الآن رياكشن وانت تشوفني الآن وعندك قناة فيها عدد مشتركين كبير أو عدد مشتركين صغير وفيها مقاطع رياكشن كثير، هل توقفها ولا لا؟ شوف أنا هنا راح أقسم النقطة هذه إلى قسمين. إذا أنت عندك قناة رياكشن وعندك مشتركين ولكن المشاهدات على مقاطع الرياكشن حقتك مرضية لك انت ومبسوط فيها، كمل على ما انت عليه. نعم كمل الى ان تبدأ تشوف الاحصائيات عندك ان كأنه في خطر قادم، انه الجمهور بدأ يمل من هذا المحتوى حقك، انه مكرر وانه اي شيء اخر. وقتها يا عزيزي تبدأ وتدارك الموضوع وتحول الجمهور هذا الى فكرة اخرى غير الرياكشن. اما لو انت الان صاحب قناة وتشوف عندك مشتركين كثير او صغير زي هذا، لكن تلاحظ انه من الان انت عندك الفيوز طايحة وان الموضوع عندك قاعد يطيح يوم ورا يوم، انا بصحك نصيحة، ترى كل يوم تأخر فيه النقطة هذه وانك تعترف انه هذا المسار اللي انت كنت فيه انتهى وكان حقبة جميلة جدا وانبسطت فيها وقدمت اللي تقدر عليه فيها ولا زال عندك شيء تقدر تقدمه، وقف وعوض الطاقة هذه بدل ما تعوضها في مقاطع الجمهور أصبح يراها مملة ومكررة، غيرها في محتوى آخر. وقف، استأذن من القناة، اعصر مخك شوية، اجلس مع نفسك، حاول انك تجيب فكرة رائعة وتستمر. عند اخر نقطة الان نتكلم، ما هو نوع الرياكشن الحالي اللي يجذب ناس ويجيب مشاهدات فلكية وبالملايين؟ وانا بصراحة نوعا ما ضد بعض القنوات، بعض مو كلهم، بعض القنوات يسميه رياكشن بينما هو في الاصح هو عبارة عن نقد ساخر
بعضهم نقد في قنوات للأسف نقد تنمري في قنوات تعرفوا أصابعك ما هي زي بعض، ولكن محتوى النقد الجديد اللي بدأ يطلع في اليوتيوب ويعدل التصرفات أشخاص أخرى خاطئة في السوشيال ميديا تنتشر، هو نوعا ما يعتبر رياكشن، يوري الجمهور مقطع بعدين ينتقد المقطع هذا، فهو رياكشن داخل في نقد. ولكن لو سألوا هذا صاحب القناة، المفترض أنه صاحب القناة والأغلب أصلا يقول أنه أنا ناقد، سواء كان ناقد ساخر أو كان ناقد بناء أو للأسف ناقد هدام، يعني تنمر وصابعكم ما هي سوى. مثل ما قلت لكم، الرياكشن الجديد اللي هو النقد تفوق بمراحل على الرياكشن التقليدي في هذه الحقبة، والحقبة الجديدة هذه أنا لاحظت أنها مستمرة على حاجتين، الجيمينج ولكنه يتطلب استمرارية بشكل خرافي، والشيء الثاني اللي هو مقاطع أو قنوات النقد. إذا أنا بنصحك نصيحة، لو أنت بتوجه لهذه المقاطع اللي هي فكرة النقد وما إلى ذلك، أنصحك كالعادة أنك إذا تحب الشيء هذا سويه، ولكن بنصحك أهم حاجة أنه لازم تراقب ربك في كل حاجة راح تجيبها للجمهور، والشيء الثاني لازم تراقب ربك في كل كلمة أنت راح تقولها. وبكذا يا جماعة أتوقع أني غطيت مقطع كامل يتكلم عن حقبة الرياكشن أنا استمريت في هذه الفترة، كانت جميلة جميلة ومن أجمل المقاطع، ولن أنسى الرياكشن التقليدي إنه كان سبب بعد الله في إنه وقفنا على رجولنا وإن قدرنا ننتشر ونطلع قدام الناس، وأكيد دعمكم ما يحتاج هذا الكلام، ما يحتاج نقول شيء يعني في هذا الدعم، الله يعطيكم العافية. استمتعت وأنا أسوي المقطع هذا، حسيت إني بإذن الله راح أفيد ناس كثير. أما الآن أعزائي وصلنا لهذا المقطع، لا تنسى تحط اللايك، حط اللايك إذا عجبك المقطع. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، متحمس إني أقرأ كومنتاتكم في الكومنتات عن كل النقاط اللي تكلمت عنها. كان معكم يوسف، السلام عليكم.